صفة الوضوء يا أخي، الله يرضى عنك، تقدم. أي أحسن شيء، أبعد عنه. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن ينوي أولا بماذا؟ بقلبه، ولا تلفظ بلسانه، أن يسمي، يغسل الكفين. غسل الكفين لم نذكره في الفروض فهو سنة، لكن إذا كان هذا الوضوء سبق بنوم في ليل لابد أن يغسل الكفين وجوبا 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء. استيقظ الشيخ لقيام الليل، استيقظ الشيخ لصلاة الفجر، وجب علينا يغسل الكفين 3 قبل إدخالهما في الإناء. لم يغسلهما وضوء صحيح. يغسل الكفين ثم يأخذ غرفة من ماء بيده اليمنى، يتمضمض بأن يدخل الماء في فيه، ويستنشق بأن يسحب الماء بمنخريه، ثم يستنثر بأن يخرج الماء من منخريه ويمج الماء من فيه بغرفة واحدة. غرفة واحدة، يتمضمض يدخل الماء في فيه وفي منخريه، ثم يستنثر بيده اليسرى ويمج الماء من فيه، ثم يغسل الوجه. يغسل الوجه، غسل الوجه من أين يكون؟ ما هو حد الوجه؟ حد الوجه منبت الشعر المعتاد إلى أسفل، أو منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. ما حكم تخليل اللحية؟ ما حكم تخليل اللحية؟ تخليل اللحية إذا كانت اللحية كثيفة، يعني لا يرى الخد، مثل لحية الأخ الآن ما يرى الخد، فهذا التخليل عند هذا الأخ سنة. ما معنى التخليل؟ يعني يخلل، يعني يأخذ حفنة من ماء يضعها تحت لحيته، أو يخلل هكذا بأصابع. هذا إذا كانت اللحية كثيفة فالتخليل سنة، وإذا كانت اللحية خفيفة يعني يرى الخد أسفل من اللحية، فالتخليل هنا عندنا واجب، لأن المواجهة تحصل باللحية وما أسفل من اللحية. مفهوم؟ طيب، ثم يغسل اليد اليمنى. ما هو حد اليد اليمنى؟ من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين. الآن هنا غسل الكفين فرض، وفي أول وضوء سنة، إذن هنا لابد من الغسل. اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح ولا يغسل الرأس، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاء، ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بالإبهام ظاهرهما، ثم يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين، أي مع الكعبين، يستوعب الكعبين دون أن يشرع في الساق. يخلل ما بين أصابع الرجلين بخنصره، وهذا السنة، لأنه في الغالب أصابع الرجلين متلاصقة. بعد أن يفرغ من وضوئه يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا صفة الوضوء.